السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نشوف مع بعض منصة اسمها ستورم بورد، ودي ميزتها حلوة أوي إن أنت بتنظم المهام بتاعتك وإيه اللي خلص وإيه اللي مخلصش وهكذا. ممكن لو جيت هنا تقدر ترتبهم لو هما كتير، يعني الحاجات ترتبهم بالألفاباتيك، الحروف الأبجدية اللي أنت بتستخدمه كتير، آخر حاجات استخدمتها، ال started. ممكن هنا تقول له أنا عايز أشوف الحاجة الأوبن أو الحاجة اللي كلوزد، وهنا هتلاقي التاسكات بتاعتك لو في أي تاسك مبعوثة إن أنت تعملها. هنا الـ Uncomplete، هنا الحاجة الـ Complete. طيب خلينا نقول له دلوقتي أنا عايز أعمل Create a Store، فبيقول لك هتسميها إيه. هقول له مثلا سميها بيم مثلا، بيرسونال ولا تيم. تيم تقدر تنشئ تيم زي ما أنت عايز أو بيرسون. طيب بيرسون من 1 لـ 5 وهكذا. هقول له أنا عايز أختار، فبيبدأ يجيب لك القوائم. تقدر تختار حاجة خاصة بالإدوكيشنال، حاجة خاصة أو بي إس، حاجة خاصة بالإتش آر. ده ممكن تخليه يحط لك سامبل للحاجات اللي أنت عايزها. ممكن تخليه مثلا، خلينا نختار مثلا إيفنت بلاننج، بتبدأ تشوفها. ولو قلت له سامبل هيبدأ يحط لك حاجة وفيها سامبل تقدر تعدل فيها زي ما أنت عايز. ممكن تبدأ حاجة من الأول خالص. طيب لو أنا هبدأ من الأول خالص هدوس مرتين، فبيقول أنت عايز تكست. هقول له مثلا ماشي، وأسميها مثلا كايل اكس واي، ده اسم مسلسل امريكي. ده ما اقول له اوكي، اتحط لي هنا كايل اكس واي. فانا ممكن اقول له مثلا ان دي حاجه من هنا لازم تكون مرتبطه بدي، ودي هتبقى مرتبطه بدي، وهكذا. تقدر تربط بينها وبين اي حاجه تانية بالشكل دوت. تقدر تسحبها وتحطها في مكان اخر. تقدر تعمل لها تشوف الهيستوري بتاعت كل واحدة فيهم. تقدر تضيف كومنت لو انت حابب. تقدر تعمل اساين بحيث مين الشخص اللي عامل الحاجة ديت، ولا هي كومبليتد ولا ان كومبليتد. تقدر تعمل زوم ان انت تتحرك البقرة، او تقدر تعمل زوم. وعندك هنا الليجنت، ممكن تدي تعريفات لكل لون فيهم، مثلا دان او اندر بروجريس وهكذا. وتقدر تغير الاسم بتاعها، تقدر تعمل لها تقسيمة، بس طبعا لما تكون انت مشترك. ممكن دبل كليك وتقول له مثلا عايز اضيف وايت بورد زي سبورة كده، تقدر ترسم فيها أي حاجة أنت عايزها. فهتظهر معاك وتقدر تحطها في أي مكان وتربط بينها وبين أي تاسك تاني. وتقدر تضيف صور وفيديوهات زي ما أنت عايز أو ملفات. هترجع للشاشة الرئيسية هتلاقي فيه تاسكات، هتلاقي التاسك الجديد ظهر عندك وظهر إن هو uncomplete. وتقدر تعمل تيم، بس تيم لازم يكون أنت مشترك في اي خطة تانية بالشكل دوت. ممكن تقول له كريت استورم وتختار حاجة جاهزة. ممكن تختار حاجات خاصة بالليد والاشايل، هنديله اسم دلوقتي ونقول له تشوز اتمبليت. ونروح للفريم ورك هتلاقي حاجات خاصة بالاجايل وحاجات خاصة باللين والكامبان موجودة. تقدر تختار اي واحدة فيهم. فيبدأ يفتحها.